طبعا بعد ما شفنا الفيديو المبهر جدا ده خلونا نستقبل اتصال تليفوني من الناقد الموسيقي محمد شميس عشان نعرف منه ازاي ممكن الذكاء الاصطناعي او الاي اي ممكن فعلا يعمل ثوره في عالم الموسيقى والاغاني خلال الفتره اللي جايه. صباح الورد على حضرتك. صباح الخير يا ياسمين، ازيك؟ اهلا بحضرتك. خلينا في البدايه كده نفهم من حضرتك ده بيتم ازاي وتاثيره على عالم الموسيقى ممكن يبقى ايه؟ وبيتم دلوقتي في لازم نغذي يعني الـ AI ده بكذا أغنية للفنان عشان يقدر يستنسخ طريقة الغنى بتاعه والعرب بتاعته، بيغني ازاي، بينطق ازاي، أكيد. فهو ما بيتخلقش برضو من لا شيء، فلازم احنا نكون مغذيين. بس هو عموما علاقة التكنولوجيا بالغنى بقالها مدة طويلة يعني في كل الاستخدامات، فيما يخص حتى يعني دلوقتي العازفين بيتم استبدالهم بالكمبيوتر، لان احنا غذينا الكمبيوتر بمجموعه النوت الموسيقيه، ويقدر دلوقتي موزعين الموسيقى يشتغلوا ويطلعوا اصوات كل الالات من خلال البرامج التوزيع الموسيقي من غير ما نجيب عازفين بشكل حقيقي وواقعي. يعني هل الألبومات مثلا الفترة اللي جاية أو في المستقبل ممكن نشوفها بالشكل ده بدون فرقة بدون أشخاص ده بيحصل حقيقيين؟ حاليا يعني مغنيين الراب بيعملوا ده يعني، ومغنيين المهرجانات دلوقتي ممكن الفنان يبقى هو لوحده وان مان شو زي ما بيقولوا كده، هو اللي يعمل كل حاجة لوحده، هو اللي يقدر يستغنى عن الفرقة طبعا من خلال برامج التوزيع الموسيقي. الـ AI ده برضه ممكن يخلي الفنان، احنا دلوقتي سمعنا مجموعة مغنيين أغلب ما يكونوا مثلا على الأغاني من النوعية دي اللي كان بيغنيها حمزة نمرة، ممكن كل فنان من كل الفنانين الموجودين دول يشوف صوته في نوعية الأغاني دي، الكلمات دي عاملة يجرب إزاي، نفسه. يجرب طبعا يشوف لو هو بيغني عاطفي فهيبقى ممكن عامل إزاي، لو هيغني أغنية اجتماعية هيبعد عن فكرة المفهوم بتاع علاقة الحب بالحبيبة، ممكن يبقى فيه الـ AI يساعدنا في حاجة زي كده. هو الصراحة طبعا بيقدم يعني هيشكل خطر كبير جدا على صناعات كتيرة جدا يعني، حتى فيما يخص أكيد الناس لو بتعمل ريسيرش أو بتبحث، لو أكيد الناس طبعا بتشتغل على مهن كتيرة. بس خليني أسألك، هل ده ممكن نشوفه بيعمل مشاكل كبيرة الفترة اللي جاية على حقوق الملكية الفكرية، على يعني زي ما نقول الكوبي رايتس؟ يعني هيحصل مشاكل، الناس هتاخد من الناس مثلا مزيكتها، هتاخد من الناس صوتها؟ طبعا ده بالفعل عامل مشاكل كده. كان في واقع يعني شاب عمل اغنيه كامله بالذكاء الاصطناعي وكان مستعير فيها بصوت عمرو دياب يعني، والشركه بتاعت عمرو دياب مسحتها يعني، الشركه اللي بيملكها عمرو دياب اللي بتنتج له اعماله مسحت الكلام ده، لان هو واخد حاجات ليها علاقه ببصمه صوته. شفنا برضو الازمه اللي كان واقع فيها برضو الفنان عمرو مصطفى لما كان قال انا هنزل اغنيه بصوت ام كلثوم واستنسخ برضو صوتها، فالشركة بتاع الملكة لأغاني أم كلثوم والورثة عملوا مشكلة، وشفنا فالأغنية برضو عمرو على ما دياب اعتقد حاجة نزلها شبيهة بصوت الفنان عبد الحليم حافظ. بالظبط. بس أنا بتكلم بقى في إن مش حد من الجمهور عامل زي ما سمعنا بتاع داري قلبي، إحنا بنتكلم عن غنى بينتج عنه أعمال يعني بتحقق الربح التجاري بتحقق من ربح. الويكند. فهي بتبقى هنا المشكلة طبعا، لأن المادة بتاعتك مش أصلية، أنت خلقت حاجة يعني عارف ان الناس بتحب النوعيه دي من الصوت ده او طريقه الغنى ده وبتحاول تستنسخه وبتطور فيه، لكن هو في الاول والاخر مش ملكك، انت مش انت أكيد. المالك الحاجات دي، طب فطبعا هيعمل مشكله. بره برضو كان في وقائع مشابهه زي كده، برضو الشركه بتاعت ويكند برضو كان هو حد منزل له اغنيه بصوته برضو دخلت حذفتها، فحاجات بالمفهوم ده طبعا هتعمل مشكلة طبعا على المستوى التجاري، لأن هيبقى صعب كمان على الجمهور لو الموضوع ده زاد، أتصور هيبقى صعب يعني، احنا كلها فرضيات يعني مش عايزين نحط نفسنا مكان التاريخ، بس هيبقى صعب إن الجمهور يعرف يفرق ما بين المنتج الأصلي بتاع من الفنان الـ وما AI. بين الذكاء الصناعي، هتبقى صعبة جدا طب يعني. هل هنشوف المستمع العادي جدا بيدخل الأغنية الفلانية ويدخل مثلا مطربه المفضل، خلاص مثلا ده ابتدى يحصل، أو هل هنشوفه قريب؟ هو بالفعل ده ابتدى يحصل يعني، يعني على الفيسبوك بشوف شباب كتير جدا بيحبوا المزيكا، انا سمعت مثلا عمرو دياب بيغني اغاني فرقه كوين في فريدي ميركوري، فكانت حاجات يعني كل واحد بقى بيقعد يتخيل لو في نجم بيحبه بيغني نوع غنائي مثلا مش موجود في مصر او في الوطن العربي ممكن يبقى
عامل عليه ازاي بره يعني. فدي بتبقى برضو حاجات هتظل كده، لكن في الاطار بقى اللي انا بتكلم في اطار الربح بقى، ان حد ينزلها او يفتح عليها اعلانات او يبقى مخصص ان هو يعمل منها فلوس، دي هتبقى صعبه. بس برضو في الاول والاخر يعني الاي اي ده مش يعني مهما كان هيفضل هيظل المبدع الحقيقي هو هو المتصدر البني آدم طبعا، للمبيع. وهو هيظل artificial يعني أو صناعي زي ما بيتقال. لان الموضوع مش موضوع صوته بس يعني، يعني أكيد. ممكن يكون لما كانت بتنجح مش كانش عشان هي اعظم صوته بس، عشان كانت هي مدركه بتفاصيل الهم الاجتماعي والسياسي اللي كانت عايشه فيه في وقتها، وقادره ازاي تعبر عنه، وقادره ازاي تنتقي ناس تساعدها في التعبير عن الناس بالشكل ده، مبدعين بالشكل ده. ده أكيد ما اعتقدش عندها. ان الذكاء الاصطناعي يعرف يعمل يعني، هو ما يعرفش مشكلنا الطبيعيه عامله ازاي، ما يعرفش احنا لغتنا بتتطور ازاي، احنا العاميه المصريه كل يوم والتاني بيبقى فيها مفردات جديده، ازاي أكيد طبعا تتوظف، طبعا. فهو ما يقدرش يعمل ده في الفتره الحاليه حتى الان يعني. هنشوف ايه اللي هيحصل الفترة الجاية. الناقد الموسيقي أستاذ محمد شميس، أنا بشكرك شكرا جزيلا.